الحمد لله حمدا يرضيه، وصلاة وسلاما على من اجتمعت المحاسن فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأشهد أن سيدنا محمد هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فصلى اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين. ثم أما بعد، فإن الصدق من جاه، وإن العرب في كفرهم وفي جاهليتهم قبل الإسلام كانوا يصدقون ولا يكذبون، فماذا لو قلت لك ماذا تقول في أبي جهل الذي قال له أو الذي قال عنه رب العالمين: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو جهل بكفره وعناده كان لا يكذب ويصدق في الحديث، فجاء أحدهم إليه وقال: يا خال، ماذا تقول في صدق محمد؟ أصادق هو؟ قال: ويحك، أو تشك في صدقه؟ من الذي يقول؟ أبو جهل يقول في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد الناس عداوة لرسول الله، فيقول له: ويحك، أتشك في صدقه؟ فصدق أولا القول. ثم بيّن أبو جهل سبب كفره برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدق نيته فقال: ولكن كنا نتنافس مع بنو هاشم، فكانوا يسقون الحجيج فسقينا، فأخذوا سيادة قريش فأخذناها، فإذ بهم يخرج منهم نبي، فأنى بنا أن نأتي بنبي. فصدق في شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق في بيان سبب كفره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن المسلمون أولى بذلك الصدق، ولقد توعد رب العالمين بالعقاب الأليم لمن يكذب، فقال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والصدق نوعان: صدق القول وصدق النية. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام وهو متكئ، فجلس وقال: وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، وظل يرددها حتى قال الصحابة: يا ليته سكت. والنوع الثاني هو صدق النية، وصدق النية ينجي من كل بلية. وأفضل مثال في صدق النية صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا كعب بن مالك، حينما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك، يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي منعك من الخروج؟ فإذا بالناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتذرون له، فيأتي سيدنا كعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا رسول الله إني والله لقد أوتيت جدلا، ولكن ليس لي عذر يمنعني من الخروج. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ويأمر أهله وزوجته أن يقاطعوه ولا يكلموه، وفي تلك المدة عرض عليه من ملوك الأرض أن يترك الإسلام وأن يكون ملكا، ولكنه رفض ذلك، وما منعه صدقه أن يندم عليه.
فما ندم على صدق قوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه الفرج ونزل فيه كلام رب العالمين أن رب العالمين قد تاب عليه، فأتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل من عند الله. فقال كعب: إني إذن أعاهد نفسي أن أخرج كل مالي في سبيل الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك مالك. فهكذا يكون صدق النية، ولا تندم أبداً على صدقك، فإنه منجاة لك وإن رأيت فيه الهلاك. فاللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، وارزقنا اللهم الإخلاص والقبول. اللهم آمين.